تصعيد عسكري في المهرة ومقتل 5 جنود يمنيين في كمين مسلح. هل تدفع السعودية المحافظة المسالمة نحو دائرة العنف والاقتتال؟ وهل لهذه العملية علاقة بإقالة راجح باكريت؟ أهلا بكم. قتل 5 جنود يمنيين جراء كمين مسلح استهدف قوات سعودية وقوات يمنية موالية لها بالقرب من منفذ شحن في محافظة المهرة. واتهمت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي في المهرة المحافظ المقال راجح باكريت بالوقوف وراء الهجوم، نافية علاقتها بالهجوم المسلح الذي استهدف القوات السعودية. حدث أعقبه الكثير من التحذيرات من مغبة تصاعد التوتر في المهرة التي ظلت بمنأى عن الصراع الدائر في البلاد لسنوات. المهرة التي كانت في الأسبوع الماضي مسرحا لاشتباكات مسلحة شاركت فيها طائرات حربية بين القوات السعودية ومسلحي القبائل المناوئين للتواجد السعودي قرب منفذ شحن الحدودي. فهل صحيح أن هناك علاقة بين استهداف القوات السعودية وإقالة باكريت؟ وما الذي سيترتب على هذه الحادثة في المحافظة؟ كمين استهدف قوات سعودية يمنية مشتركة بين منطقتي حات وشحن أو بحياة 5. تقول الروايات المتعددة إنهم جميعا جنود يمنيون. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى اللحظة، فيما أعلنت لجنة الاعتصام المناهضة للوجود السعودي رفضها وإدانتها للحادثة. العملية التي تأتي بعد أيام من إقالة المحافظ باكريت وتعيين محافظ جديد للمهرة، يرى مراقبون أنها قد تكون تدشينا لمرحلة جديدة من التوتر في المحافظة والذي ربما ينتقل ليصبح نزاعا مسلحا. سيطرت القوات السعودية على منفذ شحن الرابط بين اليمن وعمان، وكان للحكومة الشرعية دور مساعد في تمكينها من ذلك، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول أدوار الحكومة وما أصبحت عليه السلطة الشرعية. منذ عامين والسعودية تفرض وصايتها على القرار في المهرة وتسعى لبسط نفوذها وتدفع بقوات ضخمة للتمركز في المحافظة، كما تعمل على دعم ميليشيات محلية تابعة لها ولها في ذلك مآرب يدركها الجميع ويرفضها أبناء المهرة واليمنيون. المهرة باتت محطة من محطات الحروب الصغرى التي تجري على الساحة اليمنية على هامش الحرب الكبيرة الدائرة منذ 5 سنوات، وتظهر فيها الأبعاد الإقليمية بشكل واضح والتي تنعكس على شكل انقسام حاد داخل التركيبة الاجتماعية للمحافظة، وهو ما يجعل البعض يؤكد أن المهرة مقبلة على حرب. يعزز ذلك الأدوار السلبية للسلطة الشرعية التي تبدو وكأن ما يحدث هناك لا يعنيها. تتصاعد الأصوات الرافضة لموقف الشرعية السلبي مما يحدث في المحافظة، لكن على ما يبدو فإن الشرعية التي تنزل في فنادق الرياض باتت اليوم غير قادرة على امتلاك أمرها أمام موجة التجريف السعودية للبلاد وسيادته. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ الدكتور عبد البقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون. بداية مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. إذن كيف تتابع بداية مقتل 5 جنود وتصعيد عسكري جديد أيضا في المهرة حصل اليوم؟ أعتقد أن كما تعلمين أن الصراع في اليمن لم يعد صراعا محليا، بمعنى أن هنالك مشاريع محلية ذات أبعاد سلالية أو عائلية، وهناك صراع دولي في اليمن، هناك صراع أيضا داخل التحالف الثنائي السعودي الإماراتي، وما حدث في المهرة يبين بوضوح أن هناك صراع إماراتي سعودي. كما تعلمين أن صحيح أن التحالف الثنائي السعودي الإماراتي حتى الآن يسوق ذاته بأنه كتلة واحدة، ولكن هناك صراع حقيقي على النفوذ، ولكن هذا الصراع لم يصعد إلى الآن. هذا ما حدث الآن من هذا الاستهداف يبين أن هناك صراع، لأن الإمارات تريد أن تسيطر على المناطق الجنوبية برمتها وعلى أيضا الساحل الغربي، والسعودية لها مصالح في
هذه المنطقة، وخاصة وأن المهرة تحد من الجانب الجنوبي البحر العربي، وهذا يندرج في إطار مشروع القرن، مشروع مد الأنابيب. وهناك أيضا صراع أيضا ثنائي يعني بين عنصرين، التحالف الثنائي وعمان، بحيث أن عمان تعتبر أن هذه المناطق امتداد استراتيجي لها، ولديها علاقات بالمنظومة الاجتماعية وبالمنظومة النخبوية لهذه المنطقة، وبالتالي تريد عمان أن تحافظ على هذا النفوذ والمجال الاستراتيجي، والتحالف الثنائي يريد أن يخرج عمان من هذه المعادلة. إذن نحن أمام صراع بالفعل إقليمي ومحلي. كما تعلمين أن هناك ما يقال تحالف ثنائي سعودي إماراتي ضد هذا النفوذ الإماراتي، وهناك صراع سعودي إماراتي للسيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي نحن أمام وهذا الواقع خلقته السلطة الشرعية الضعيفة، ليست الضعيفة التي عملت على أن تبقى ضعيفة وهشة، وبالتالي عندما تم إضعاف السلطة الشرعية يعني جعل هذا المجال الجغرافي ضعيفا وهشا. كما أن التحالف الثنائي السعودي الإماراتي تعامل مع اليمن كقطع جغرافية غير متصلة، تعامل مع صنعاء قطع منفصل، ثم عدن لحج أبين قطع منفصل، ثم حضرموت قطع منفصل، ثم المهرة شبوة قطع منفصل، وبالتالي من هنا يستطيع أن يلعب بهذه الأجزاء الغير مترابطة في غياب سلطة شرعية بما يحقق مصالحها. بينما السلطة الشرعية لم تستطيع أن تتمكن من إدارة كل الجغرافيا المستعادة كما يسوقون، أو حتى التعامل مع هذه الأجزاء والتحكم بها. لذلك أعتقد أن تغيير المحافظ المتقلب والمتغير باكريت لمصالحه يبين بوضوح أن هناك صراع سعودي إماراتي حول ولاء المحافظ، ولهذا يبدو لي باكريت كان له ولاء وعلاقة مع الإمارات، لأنه عاش هناك بشكل كبير، وهناك علاقة قوية بالمجلس الانتقالي والسعودية. نعم، لكن دكتور يعني لم نرى أي مؤشرات لهذا الصراع ولا أي تضارب للمصالح بين السعودية والإمارات، يعني البعض يقرأ المشهد بأنه مجرد تبادل للأدوار بينهما. لا ليس بالضرورة. كما تعلمين أن هنالك الإمارات الآن تحت الميكروسكوب والسعودية، هناك مراقبة من الإقليم ومراقبة دولية، وهناك ما تقوم به الإمارات والسعودية تحت المجهر. هذا يجعل من التحالف الثنائي يخفي كثير من التباينات بين الدولتين. صحيح أن هنالك أهداف مشتركة، هناك تكامل بينهما، لكن أيضا هنالك صراع. لكن السعودية والإمارات تريد أن تخرج سلطنة عمان من المعادلة، وهذا لا يمكن حدوثه. بالتالي في هذه الجغرافيا اليمنية الجزئية هناك صراع بين ثلاثة أطراف: سلطنة عمان، السعودية الإماراتية أو الإمارات، والسلطة الغائبة عن المشهد. بالتالي بعيدا يعني اليمن الآن أصبحت عبارة عن مجموعة من الأقاليم، يعني الآن محافظة المهرة مجال للصراع بين ثنائية التحالف بين سلطنة عمان، وهناك حضرموت قطاع منفصل سيكون له صراع، وهناك عدن أبين لحج محل صراع، وهناك المنطقة الفاصلة بين الشمال والجنوب محافظة تعز مجال صراع واتفاقيات، وهناك مجال هيمنة الحوثيين. إذن لكن ألا تجد أن السعودية يعني أصبحت يعني لنقل تلعب على المكشوف، يعني واضح أن المهرة كانت
محافظة مسالمة، لم يأتي إليها الحوثي، لا يوجد من ناحيتها أي تهديد، وعاشت بسلام وهي بجوار عمان حتى دخلت السعودية في الخط، وبدأت كل هذه الأحداث تتوالى وكأن اليمن كانت بنقص لأن يعني يتم فتح ثغرة لها في الشرق. أشكرك على هذا السؤال وهو في غاية الأهمية. صحيح أن المهرة وشبوة وحضرموت بعيدة عن الصراع الحوثي مع الشرعية، بعبارة أخرى أن قوات الحوثي لم تذهب إلى المهرة وشبوة كما نحن نقول، ما جدوى وجود القوات السعودية والإمارات في مناطق لم تصل لها قوات الميليشيات الإنقلابية في صنعاء. هذا ما نريد كشفه. هذه المناطق هي الأهداف التي الغير معلنة للتحالف الثنائي في اليمن. شبوة وحضرموت وعدن، هناك طبعا عدن كانت مكشوفة للإمارات لأنها ضمن ما يسمى مشروع موانئ دبي، يعني كان عدن ويندرج في مصالح الإمارات في إطار الخارطة أو في إطار يعني الخط الرابط بين الموانئ التي تتبع شركة موانئ دبي. لكن الذي نعلمه والذي كشف تدريجيا هو أن المهرة هدف استراتيجي للسعودية باعتبار مشروع القرن، باعتبار أن السعودية لديها مصالح استراتيجية بمد أنابيب بعيد عن مضيق هرمز. بالتالي الناس يتساءلون لماذا القوات السعودية ولماذا هذا الصراع على وجود سعودي في المطار وفي المنافذ؟ لأن السعودية لديها أهداف غير معلنة، غير تلك التي أعلنت في 26 مارس 2015 عند تدخل في إطار عاصمة الحزم، كما أن هناك أهداف أيضا غير معلنة. المعلن هو فقط هو دعم الشرعية، إنهاء الانقلاب. الغير معلن هناك استهداف لجماعة الإسلام السياسي وخاصة تجمع علم الإصلاح. الغير معلن هو أيضا معرفة والتحكم ما هي النخبة اليمنية التي ستدير شؤون الدولة والمجتمع، يعني غير القوى التي صعدت بعد 2011. الغير معلن هو أيضا كيفية الهيمنة على منطقة المهرة وحضرموت وعدن في إطار وأيضا الساحل الغربي في إطار مشروع دبي الإمارات أو في إطار أنبوب مشروع القرن والأنبوب الرابط بين السعودية وبحر العرب. بالتالي هناك أهداف خطيرة. الشعب اليمني تعامل بنية حسنة، تعامل بأن في يعني في أن هناك صراع إيراني سعودي، وهناك اليمن هي الجغرافيا الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وبالتالي هذه الدول جاءت لدعم السلطة الشرعية. لكن تلك الدولتان السعودية والإمارات كانت لها مصالح، وهي التي دعمت دخول الحوثيين إلى عمران وإلى صنعاء، ولكنها لم تسمح للحوثيين بالتوجه إلى عدن، ولذلك لن تتحرك السعودية والإمارات إلا بعد أن تحرك الحوثي صالح إلى عدن. لكن إذا كان توقف الحوثي صالح في صنعاء لكان الأمر توقف، لأن هناك مصالح للسعودية والإمارات في المهرة في إطار مشروع القرن، وعدن ولحج وأبين في إطار مشروع موانئ دبي. نحن أمام صراع إقليمي، كما أن الآن لدينا عمان أيضا تعتبر هذه المناطق امتدت لها. الآن هناك صراع خليجي على النفوذ في اليمن، بمعنى أن ولكن كل هذا الصراع هو على أرض يمنية للأسف. اسمح لنا فقط دكتور أن ينضم معنا شيخ عبود بن هبود، نائب رئيس لجنة الاعتصام السلمي من المهرة عبر الهاتف. مساء الخير شيخ عبود. مساء النور وأهلا وسهلا
بكم وبقناة بلقيس وبمشاهدينا في الداخل والخارج. لا يفوتني أن أقدم العزاء والمواساة لهذول اليمنيين الذين غدروا وأصبحوا دائما دماهم مهدورة لمصالح دول خارجية وهي معروفة الذي احتلت اليمن منذ 5 سنوات الإمارات والسعودية. ونحن ندين ونستنكر هذه الأعمال الإجرامية. ما الذي حدث؟ حدثنا شيخ عبود. ونحن أيضا ندين ما حدث، وللأسف الشديد يعني لابد من ضحايا يمنيين في كل هذه الأحداث، رحمة الله عليهم جميعا. نود منك أن تضعنا في صورة ما حدث اليوم في مفرق فوجيت. بالنسبة لما حدث اليوم، هو تعرف كل العالم كله بأسره يعرف ما حدث في المهرة. السعودية جاءت بمبرر التهريب، وأن وجود تهريب في المهرة من قبل 2 وكم شهر، ولم تثبت هذه التهمة. وبعدها عملوا على أن هذه قبائل المهرة تعمل على تهريب من منازل النجار والسلطنة عمان، وعلى الأسف هذا لم يكن منها شيء، وكانت على المنافذ قوات تتبع الشرعيه الجيش والامن. واليوم هم هنا خلطوا الاوراق بقاله راجح باكريت، وهو احد العناصر الرئيسيه لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري للمهره، يعمل هذه التهمه هو ومن معه، وكذلك بعض الاطراف مثل الانتقالي شفناها منهم عندهم اساءه من قاله راجح، وكان الكل ما يعرف هذه العلاقة حتى بعد. نعم، ما هي مؤشرات اتهامكم للمحافظ السابق؟ كان هاني بن بريك شخصيا يغرد في صفحته ويقول هذا خرق لاتفاق الرياض ولم يكن راجع معنا. طيب إذا لم يكن معكم، ليش أنت تكون مستاء أو عندك إساءة من إقالته؟ لا، أكيد هناك في إصالة قرابة، وثبتت المعلومات أن هناك في تنسيق في هذا الجانب. وهذا العمل لكي تصبح هذه القوات اللي هي عملها هو راجح شخصيا، هي خارج مؤسسات الدولة ولم تكون رسميا لا مع الجيش ولا مع الأمن وعدة مؤسسات أخرى. ونحن نقولهم من هنا أن مفروض يكفيكم هذه الرسائل الذي يعملوا اللي تعملوا معاهم، يعملوا فيكم هذه الأعمال الغدر، ويريدكم أن تتوجهوا إلينا أبناء المهرة. نحن أبناء المهرة وقبائل المهرة لم يكون سهامهم موجه لليمنيين، ولو حتى كان بعض اليمنيين يخدموا مصالح الاحتلال السعودي، ولكن لم يكن توجهنا اليهم، توجهنا للاحتلال السعودي والقوات السعوديه ومدرعات السعوديه هي اللي قتلت ابنائنا واستحلت اراضينا بريها برها وبحرها واجواها. واحنا هذه الاساءه لن نقبلها، ونتمنى من اخواننا اليمنيين يكفيهم هذه الرسائل، يكفيهم هذا العمل. ان واحد يعمل بكل جهد ويقاتل اصحابه، وبعدين الذي يعمل معه يقوم بغدره ويقوم بتفجيره في وسط الطرق، وحتى تروى المشهد حتى لم يتم اطفاء الحريق على الافراد اللي كانوا في الطقم، واستمر الحريق حتى فحموا كلهم، وكان هناك موكب من المعدات السعوديه والمدرعات السعوديه لم تستهدف ولم يصاب منها احد، بل اصابه باليمنيين. نعم، إذا هل تتوقعون أن يكون أداء المحافظ الجديد مختلف عن السابق؟ يعني خاصة إذا ملف التواجد السعودي العسكري في المهرة ومحاولة فرض أجندة احتلالية فيها؟ هم هذه رسالة من ضمن رسائل موجهة للمحافظ الجديد، لأن المحافظ الجديد شخص مقبول ولم يكن يحمل كرم الله وجهه من أن يكون يحمل فيه صفات راجح، رجل مقبول لدى المجتمع. ويتوقع ابناء المحافظه انه باذن الله سيعمل لملف الامن بشكل صحيح، ويزيل هذه الميليشيات اللي هي خلخله الامن والاستقرار في المحافظه منذ وصولها مع قوات سعوديه. وعلى الاسف اليمنيين هم جنده للسعوديه، السعودي يكون في المرتبه الاساسيه الامنه، واليمني يكون ضحيه، ويخطط هذا سواء من الامارات او من السعوديه لتنفيذ العمليه في الجندي اليمني. ولكن احنا اريد اكد من هنا لكل اليمنيين أن أبناء محافظة المهرة لم يوجهوا سهمهم وأسلحتهم إلى اليمنيين، بغض النظر عن الخلاف الذي موجود، ولكن نطالبهم من هذا المنبر أنهم يكفوا أبنائهم وذويهم أن لا يكونوا في هذه الميليشيات اللي تخدم الاحتلال السعودي الإماراتي، وأن يكونوا خذوا عبرة، وأن يتوقفوا من هذا العمل الذي هو يخدم الاحتلال السعودي ويذل اليمنيين سواء المجندين معاهم
أو أبناء الأرض الذي نحن ندافع عن كرامتنا وسيادة وطننا ولم نعتدي على أحد، بل هم اعتدوا علينا. ولكن في نفس الوقت اليمنيين إخواننا لا يكون هذه المبالغ اللي تدفع لهم السعودية والإمارات هي تنهي حياتهم وتكون من نفس الشخص الدولة اللي تدفع لك تلك، ولا يكونوا أنهم أدوات الاحتلال أراضينا. نحن لم نوقف أمام هذا الاحتلال، فظهرنا ودافعنا بالسلمية ولا زلنا متمسكين بالسلمية، ولكن في الأخير نحن عدونا السعودية وليس اليمنيين. نعم، إذن ما هي خياراتكم إذا ما سلك المحافظ الجديد نفس نهج المحافظ السابق؟ نحن واثقين في الاتجاه بإذن الله أن المحافظ يعمل لما يخدم أبناء المهرة وأمنها واستقرارها، ولكن نفس الوقت نحن هدفنا إخراج الاحتلال وليس تغيير محافظ. ولكن نحن نقول بإذن الله الأمور ستتوجه إلى خير بوجود هذا المحافظ، ونحن نؤكد للشرعية وللحكومة اليمنية أن نحن نوقف مع مؤسسات الدولة سواء في العسكرية أو المدنية، سواء راجح الذي كان هو هذه أعماله الذي هو زرع هذه الميليشيات الذي وصلت المعركة إلى هذا الصراع اليوم. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الشيخ عبود بن هبود نائب رئيس لجنة الاعتصام السلمي، كنت معنا عبر الهاتف من المهرة. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، هل تعتقد أن المحافظ الجديد سيكون مختلفا في الأداء عن سابقه، يعني خاصة أمام واقع سيطرة السعودية على كل شيء تقريبا في المهرة؟ أعتقد أن تغيير المحافظ يأتي في إطار يعني صراع المصالح بين الإمارات والسعودية. باكريت كان إماراتيا أكثر منه سعوديا، وهذا التغيير يأتي لترجيح كفة السعودية. والضيف يتحدث عن الاحتلال وهو مع السلطة الشرعية، الضيف السابق، وهذا يعني يكشف بوضوح أن الصراع في هذه المحافظة صراعا سعوديا إماراتيا عمانيا، بمعنى أن كيف لك أن تتحدث عن احتلالا إماراتيا سعوديا ثم تتحدث عن وقوفك مع الشرعية، ثم يعني هذا ثم أنت تعبر بشكل غير معلن بميولك وانتمائك إلى سلطنة عمان. بالتالي لا يمكن لك أن تتناقض مع السلطة الشرعية التي هي جزء من التحالف العربي. لكن على خطابك أن يتغير، ونلاحظ هنا أن دول التحالف الثنائي قد قامت بتجزئة الجغرافية اليمنية بحيث خلقت أهداف فرعية. لكن يعني اسمح لي دكتور، الإمارات لم تكن متواجدة في المهرة، ربما كانت التقسيمة أن تكون عدن للإمارات والمهرة للسعودية. يعني السعودية لها أهدافها المختلفة، لها أجندتها الخاصة بالمهرة والمعروفة منذ يعني نيتها لإنشاء أنبوب النفط. الإمارات حسب المعلومات اللي تم تسريبها هي المسؤولة عن المناطق الجنوبية برمتها، وبالتالي هي التي رتبت، وكان هناك صراع لتأسيس أحزمة أمنية ونخب في هذه المنطقة في إطار الرؤية الإماراتية. الإمارات تريد جنوبا ضعيفا مجزأا بحيث أن يكون هناك حضرموت وهنالك عدن لحج أبين وهناك المهرة وشوا، وهذا يجعل الإمارات كاملة في إطار الهيمنة الإماراتية. الإمارات لها أجندة، لها علاقات وتحالف مع السعودية، ولكن لها استراتيجيتها المستقلة عن السعودية. لذلك الآن هذه المنطقة الجغرافية المحافظة التي هي بعيدا عن الصراع الميليشيوي الحوثي مع السلطة هي محل صراع بين الإمارات والسعودية وعمان. يعني وفي المستقبل سيكون هناك صراع بين السعودية والإمارات حول حضرموت، وهناك صراع في عدن أبين لحج مع الإمارات السعودية وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية باعتبار ميناء عدن. بالتالي أنا أستطيع أن أقول لك أصبحنا الآن أيضا لن نغيب إيران. إيران تلعب في المناطق الشمالية، بمعنى
أنها بعد أن أدركت التدخل الدولي والصراع الدولي تريد لديها خطتين. الخطة الأولى الهيمنة على المناطق الشمالية كاملة بإطار ما يسمى بالجمهورية العربية اليمنية، بحيث أنها تعيد المملكة المتوكلية في المناطق الشمالية، وفي إذا ما لم تتمكن من ذلك فإنها تريد دويلة في الدويلة على شكل حزب الله، بحيث أن يكون الحوثيين هم حزب الله أو أنصار الله الحاكم المناطق الشمالية ومتحكم في إدارتها. لذلك نعم، ألا تشعر السعودية بخطر ذلك؟ يعني ألا يفترض أن تكون قد أمنت هذه المناطق، خاصة أنها يعني قريبة لها ومحددة لها، عوضا عن تكثيف تواجدها العسكري في المهرة؟ السعودية لعبت في إطار الرؤية الإماراتية أولا بأنها تريد إضعاف القوى التي صعدت بعد 2011، ومنها التجمع الأمني الإصلاح والقوى الثورية، بحيث تكون هنالك قوى يعني غير تلك القوى. وهذا السعودية منذ الستينيات كل تفكيرها هي السيطرة على النخب الحاكمة في اليمن، بحيث ألا تظهر ألا تبرز نخب وطنية مستقلة أو جمهورية صافية. وبالتالي منذ قيام الثورة حتى 67 عملت على اتفاق جدة الذي أعاد الملكيين، وفي 2011 عملت على وعد الثورة الشبابية و يعني تجديد شرعية صالح في إطار المبادرة الخليجية، بحيث لا تصعد قوى ثورية صافية ووطنية جمهورية. وبالتالي وعدت هذه الثورة بوجود صالح في المبادرة الخليجية، تراقب الحقل السياسي اليمني ودعمت الحوثيين في إطار إضعاف أهم قوى صعدت بعد 2011. نحن مراقبين ومتابعين من المملكة العربية السعودية. الطامح الجديد في المنطقة الذي لم نكن نراقبه هو الإمارات العربية المتحدة، التي كانت تحمل جرحا كبيرا بعد إلغاء يعني مشروعيتها في ميناء عدن وإلغاء الاتفاقية الموقعة، وهي لها أطماع الآن، لديها قواعد عسكرية في إريتريا وفي الصومال وفي أماكن في أفريقيا وفي ليبيا وفي مجموعة من الممرات البحرية، تريد أن تكون دولة على شكل بريطانيا، وهي نتوء ليبرالي. الإمارات عبارة عن نتوء ضعيف، الذي مكن الإمارات من لعب هذا الدور والتحكم في مصير الشعب اليمني هو عبد رب منصور هادي، وهذه السلطة الضعيفة. نعم، قبل أن نصل للحكومة ودورها دكتور، يعني لماذا تصر السعودية على شيطنة أبناء المهرة بهذا الشكل واستعدائهم، يعني أن يتم تشكيل لجنة اعتصام سلمي توصف بأنها خلايا إرهابية لأنها فقط وقفت أمام أطماحها ومشاريعها، كيف يمكن تفسير ذلك؟ علينا الحديث بوضوح وليغضب من يغضب. سلطنة عمان تلعب بوضوح ولديها أجندة في المنطقة، وتعتبر هذه المحافظة امتداد وعمق استراتيجي لها، ولديها علاقات قبائلية ولديها شبكة علاقات. وبالتالي السعودية شعرت بأن الإمارات، ربما هناك الإمارات تلعب بشكل خفيف في هذه المنطقة بتشكيل نخب، وبالتالي ربما تسحب البساط. وعمان لديها حضور، السعودية حاولت خلق الأوراق وحاولت خلق نوع من تفجير الحقل في المحافظة، بحيث تعيد ترتيبه بما يحافظ على وجودها. لو كانت السلطة الشرعية قوية ولديها لها وجود لما عملت السعودية على تفجير الحقل، لأن ضعف السلطة الشرعية، عفوا ليس ضعف السلطة الشرعية، إضعاف السلطة الشرعية الاستراتيجي، وهنا أقول إضعاف السلطة الشرعية الاستراتيجي الذي تم تدريجيا من خلال استراتيجية إماراتية سعودية بإضعاف السلطة، بحيث تصبح فاقدة للاقتدار السياسي، ومن هنا تستطيع السعودية إيجاد نوع من الصراع أو تفجير الحقل. أو حتى الإمارات تلعب على نقطة أخرى، تلعب على نقطة الإرهاب، بالتالي تستطيع الإمارات في مناطق أخرى أن تقوم بعملية اغتيالات أو تفجيرات تحت مسمى القاعدة وداعش، وبالتالي هذا يسمح لها بيئة تحرك.
السعودية تلعب برؤية أخرى بحيث أنها تحدث نوع من الفراغات الأمنية والعسكرية، وبالتالي تدخل في إطار الصلح بين الجماعات، وهذا الصلح يجعلها كما الآن يحدث الصراع، يقول القوة السعودية تكون محايدة وتوجد في المنطقة لحفاظ لعدم وجود صراع بين الجماعات. السعودية تدخل في إطار المصلح الذي يبحث عن تسوية، الإمارات تدخل في إطار مكافحة الإرهاب، وأيضا هي تبرر وجودها في اليمن في عدن وفي حضرموت وفي بقية المناطق في إطار اتفاقية غير معلنة مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تواجه داعش والقاعدة. نحن أمام الذي أريد أن أقوله في هذه الحوصلة كما يقال، أن الغياب النخبة اليمنية سواء الرسمية أو المدنية أو السياسية أو الحزبية اليمنية في من هذا المشهد يجعلنا عرضة لمصالح هذه الدول. حتى الآن نحن نطالب بوجود نخبة سياسية فاعلة، قد يكون لها ذراع عسكري أو يكون لها يعني واجهة سياسية ولها أذرع عسكرية في يعني أكثر الحالات تقدما لتحدث فارقا. نحن الآن أمام غياب تام نخب سياسية ومدنية موالية للإمارات والسعودية أو عمان، بمعنى أننا أصبحنا لا نمثل التطلعات ومطالب الشعب اليمني، نحن نمثل تطلعات الدول المتصارعة في اليمن. لا توجد نخبة وطنية مستقلة في الداخل، يعني من حق للشعب اليمني، أنا أقولها بوضوح ولا يعني أشعر بأي قلق أو إلى آخره، بوضوح تام، إذا لم توجد نخبة وطنية في الداخل الوطني وطنية وأيضا يكون لها جناحا عسكريا في هذا التوقيت، فأننا سنصبح سيتم التعامل معنا كجغرافية متجزئة، بمعنى المهرة قطاع جغرافي مستقل نستغله ونرتبه. في المستقبل سيتم الانتقال لحضرموت التي تطمح أن تكون جزءا من المشروع السعودي، ثم سنذهب إلى مدينة تعز، هذه المدينة ينبغي أن تكون حلب، ثم سيكون الساحل الغربي منفصل، ثم سيكون الحوثيين في صنعاء ومناطق المهمة لها. بالتالي أجعل السلطة الشرعية عبارة عن يعني تدير مجموعة من الجغرافيات التي لا تسيطر، السلطة الشرعية لا تسيطر على صنعاء ولا على عدن ولا حجوابين ولا على المهرة التي تم تغيير المحافظة الأخير بدعم سعودي ولا على حضرموت وعلى القوات المسلحة. يعني هذه الجغرافيات المتشظية تم إضعاف السلطة بحيث، ويتحدثون في وسائل الإعلام أن دول التحالف العربي أعادت 80% من الجغرافية اليمنية والوطنية إلى صالح السلطة الشرعية، ولكنها لم تعد لا جغرافية ولم تمكن السلطة الشرعية من إدارة الحياة اليومية للمواطنين، وأيضا صادرت ما يسمى بالحق الأصيل لهذه السلطة في إدارة حقها في السيادة. بالتالي أنا أعتقد أن إذا ما استمرت النخبة اليمنية السياسية والحزبية والمدنية في الغياب عن هذا المشهد، فإننا ربما نذهب إلى مرحلة ما يسمى بمرحلة الرمادية أو الرخوة، نعم، التي تجعل من اليمن مجموعة من الجغرافيات المنفصلة، وربما نشهد استقرارا هشا. لذلك ستلاحظين المجتمع الدولي موافق، المجتمع الدولي والخليجي موافق، وسأعطيك الآن مجموعة من الدلائل. نعم. إذن دكتور اسمح لنا قبل أن ننتقل لهذه الفقرة أن ينضم معنا المحلل السياسي أحمد جعفان الصبيحي من عدن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء النور، تحية لك وللدكتور هاشم سان ولكل مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك. دكتور، نود يعني أن تطلعنا على رأيك حول الأحداث الأخيرة في المهرة والتصاعد العسكري هناك. حقيقة ما يحدث في المهرة مؤخرا هو مؤشر خطير من مؤشرات يعني وتيرة التصاعد في المشهد العسكري والأمني
والانقسامات وكذلك التفاعلات الأطراف الإقليمية داخل هذه المحافظة التي كانت تشهد هدوءا وسكونا منقطع نظير أسوة بقية مناطق اليمن. ما يحدث في المهرة حاليا هو نتيجة طبيعية لكل الاختلالات وكل المشكلات العسكرية والأمنية والسياسية والمجتمعية، وكذلك نتيجة أيضا لتضارب المصالح في هذه المحافظة. ما يثير الحزن والقلق هو أن السلطة الشرعية هي الطرف المخول بكل هذه الأحداث، هي الطرف الغائب في المشهد، وبالتالي نحن نشهد الآن يعني هذا الحراك وهذا التفاعل في وتيرة في صوت المجتمع المهري، يعني وهو الصوت الذي يعبر، الصوت الشرعية الحقيقية الشرعية الشعبية الذي سيحافظ على الأرض، المعني الحقيقي بالمحافظة على هذه الأرض وعلى سيادتها وعلى كل ما يترتب على هذه السيادة من مصالح. وبالتالي هذا الحدث يأتي أيضا في إطار يعني إقالة المحافظ سيء الصيت راجح باكريت، الذي يعني بإقالته كان هناك كثير من الارتياح لدى أبناء محافظة المهرب، مما يدل على أنه بالفعل يعني يدل على أمور كثيرة. أول هذه الأمور أنه لا زال بيد السلطة الشرعية قوة كبيرة تتمثل في سلطة القرار السياسي إذا كانت هناك يعني إرادة حقيقية لإصلاح الأمور، وبمجرد شخصة قلم يعني وإقالة هذا المحافظ الذي كان يعد بعد عن يعني في هل تعتقد أن الوضع سيتغير بهذا بالمحافظ الجديد، خاصة وأن المحافظة تشهد توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة؟ نعم، هو مهما يكون الأمر حينما رأينا يعني ردة الفعل إزاء إقالة هذا المحافظ سيء الصيت راجح باكريت، رأينا أن أبناء المهرة أيضا بالمقابل يرحبون بالمحافظ الجديد، كأنهم يعني كانوا يروا في راجح باكريت هو يعني التجلي الأبرز للمشاريع الخارجية التي يعني تريد يعني النيل من المحافظة وكل ما يترتب على يعني وكل الاستحقاقات داخل هذه المحافظة، وبالتالي يعني مجرد إقالة المحافظ يعني كانت هدف كبير جدا يبني عليه أهل المهرة. ويعني راجح باكريت معروف عنه أنه كان يعني على المستوى الاجتماعي كان يعني رجل معروف أنه يعني هذه المسؤولية كبيرة عليه، وهو أيضا رجل كما كان يقول أهل المهرة أنه كان رجل مهرب وله مشاكل كثيرة، وجاء أيضا إثر يعني بعد يعني محافظ هو المحافظ كده الذي كان يعني رجل يعني يتمتع بسمعة طيبة داخل أبناء المهرة وكان يملأ منصب محافظ المهرة، لكن حينما جاء راجح باكريت خلص الكثير من الأوراق وأصبح يعمل لحسابات إقليمية يعني مختلفة، ومن ضمنها يعني الإمارات. وكما أشار إلى الدكتور شمسان إلى نقطة مهمة جدا في هذا السياق، أنه كان يميل كثيرا تجاه الإمارات العربية المتحدة التي يعني هي تلعب دورا تخريبيا داخل اليمن نيابة عن قوى خارجية وأيضا إصالة عن نفسها، إذا جاز لنا التعبير هي وجدت نفسها داخل اليمن، يعني كانت عبارة عن أداة لعمل ما يمكن عمله من التخريب، لكنها حينما وجدت هذا الفراغ الموجود إزاء غياب السلطة الشرعية تمكنت من أن تبلور لها مشاريع كثيرة وأجندة كثيرة، إضافة إلى الأجندات التي دخلت يعني إلى اليمن وهي تريد أن تنفذها في إطار عاصفة الحزم. والذي حصل للأسف الشديد أنه بدلا من أن يدعم الشرعية، التحالف العربي كان يفترض أنه يدعم السلطة الشرعية، لكن هم انقلبت المعادلة وأصبحت الشرعية هي التي تدعم كل المشاريع اللاوطنية، كل المشاريع التخريبية من انقلابات وما شابه ذلك، فأصبحت الشرعية وللأسف الشديد يعني سواء أرادت ذلك عرفت ذلك أم لم تعرف هي من يضفي الشرعية على كل هذه الأدوار. نعم، إذن برأيك ما هي مخاطر أن تدفع الرياض بمحافظة مسالمة مثل المهرة لدائرة الاقتتال والعنف؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد جعفران الصبيحي المحلل السياسي. عودة إليك دكتور عبد الباقي، وأنقل لك هذا السؤال،
ما هي مخاطر دفع السعودية بمحافظة المهرة للعنف والاقتتال؟ كما قلت لك في المحور السابق أن الإمارات كانت والمجلس الانتقالي هو الذي تقريبا يهيمن على محافظة المهرة، وكان هنالك ترتيب إماراتي في إطار إنشاء نخب في المهرة، وفي إطار أيضا لأن المحافظ المقال قد كانت له إقامة طويلة في الإمارات وله علاقات مع الإمارات، وفي تاريخه أيضا لم يكن له مواقف ثابتة، كان الرجل يتقلب وفقا لمصالحه، ويبدو أن كفة الإمارات قد ربحت معه، وبالتالي السعودية وجبت نفسها في منطقة في إطار أن المهرة جزء من المشروع الاستراتيجي السعودي في إطار مشروع القرن، لأن المهرة تقع في الحد في يحدها من الجنوب البحر العربي، وبالتالي وشمالا تقع الربع الخالي، وبالتالي السعودية لا يمكن لها أن تفرط في المهرة، كما أن عمان لا يمكن لها أن تفرط في هذا الامتداد. ومن هنا أعتقد أن إزاحة هذا الميل الواضح للإمارات أقلق السعودية، وبالتالي كيف يمكن للسعودية أن تعود إلى المنطقة؟ عليها أن تفجر المحافظة، وبالتالي تعود كمصلح، وأن تحاول أن تفض الصراع بين الجماعة المتصارعة، وتدخل كطرف محايد لا علاقة له بالأطراف، وهذا سيمكنها من البقاء في المطار، من البقاء في المنطقة، في إطار أنها ستحقق السلم لهذه الجماعة، وأنها طرف محايد ليس له علاقة. ولهذا تم الاتفاق معها في وقت في مرحلة سابقة حتى أبان المحافظ المقال أن القوات السعودية تظل في المنطقة ولا تتدخل في تعيين الأبناء ولا تقيل الموظفين من أبناء المنطقة، عبارة أن هذه المنطقة منطقة صراع. لذلك في هناك مناطق في اليمن زي مثل سقطرة، المهرة، حضرموت بعيد عن التواجد أو الحضور الحوثي، لكنها هي التي جلبت السعودية والإمارات. برأيك دكتور، يعني ما هي أو لماذا رئيس هادي ومعين عبد الملك صامتون بهذا الشكل تجاه كل التجاوزات التي تقوم بها السعودية في المهرة؟ للأسف الشديد يعني معين عبد الملك هو عبارة عن سكرتير للحاكم السعودي في اليمن. نحن نتحدث عن بريمر في العراق الذي كان حاكما للعراق في السابق، ونحن نتحدث عن السفير السعودي في اليمن كحاكما لليمن، ويعتبر معين عبد الملك سكرتيرا خاصا وذليلا لهذا السفير، والدليل على ذلك هنا كثير من هذا الرجل كان يعني كارثة وطنية بحق عندما يعلن منذ تعيينه بأنه لا علاقة له بالشأن السياسي. نحن أمام كارثة وطنية لأول مرة في التاريخ، وسيكتب التاريخ، وسيكون هذا التاريخ محل نكتة ومحل يعني نوع من الفكاهة، لأن هنالك رئيس وزراء في حالة حرب ودولته تتمزق يتحدث أن لا علاقة له بالسياسة. عبد الرب منصور هذا كارثة وطنية أخرى، لكننا ما زلنا حتى الآن ليس لدي حتى الآن. لماذا قلت قبل قليل أننا بحاجة إلى نخبة في الداخل لها يعني وجودا سياسيا، ولها إن اقتضى الأمر ذراعا عسكريا، حتى نستطيع أن نتخلص من هذا الارتباط بعبد الرب منصور هادي. نحن الآن نتمسك بعبد الرب منصور هادي لأن البديل هو شرعية الحوثي وشرعية المجلس الانتقالي الإماراتي. حتى الآن لا توجد قوة أخرى تستطيع أن تفرض شرعية اجتماعية أو شرعية سياسية أو شرعية وطنية. حتى الآن كنا نطالب منذ فترة طويلة وقلنا نحن بحاجة إلى نخبة، وطلبنا التجار عبر قناتكم بأن ينبغي على الحركة التجارية والرأسمالية اليمنية أن تستفيد من تجربة سبتمبر وأكتوبر التي مولت الحركة الوطنية في ستينيات
بالمطابع وبالمال ودعمت ووقفت ضد الإمامة. حتى الآن نحن نتمسك بعبد رب منصور، هذه ليست قناعة منا أو ثقة منا به، ولكن هو تمسك افتراري جبري، لأن البديل عن عبد رب منصور هادي الحوثيين قوة واقعية، يعني قوة سلطة واقعية في الشمال والجنوبيين. لذلك إذا استمر هذا إذا وجدت قوة وطنية لها مشروعية وطنية أو مشروعية حتى ما يسمى بالمشروعية الاجتماعية، بمعنى أنا الآن لأول مرة وأنا ضد هذا الطلب إنه أن نستعين بما يسمى بالشرعية الاجتماعية، بمعنى أن نستعين بالرموز الاجتماعية القبلية والمجتمعية في الداخل اليمني، ولكن عندما أقارن بين الوجود الحوثي أو هذا الاتجاه الانفصالي الجنوبي الإماراتي، فأننا مستعدين أن ندعم الشرعية الاجتماعية المتمثلة بالقبائل والرموز والمناطق والجماعات المناطقية التي تحمل المشروع الوطني، بحيث نستطيع أن حتى نتنصل عن عبد الرب منصور هادي. إذن العلاقة مع عبد الرب منصور هادي هي علاقة جبرية، لأنها أقل الأضرار فقط ليس أكثر، ولكن لا نعترف بهذا الرجل، وهذا الرجل ارتكب كارثة بحق الشعب اليمني. نعم. إذن دكتور للأسف وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شاكرة لك الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.